الهدف من التكريم انه عم يكرم اللي اشتغلوا وتعبوا بحق كسرة خبز او باي مبادرة اخرى. هلا في كثير اعضاء وكثير عالم اشتغلوا معنا وكثير تعبوا بهذا الشيء. بغير كسرة خبز في عنا عيد نفاق، في يعني اكثر من مبادرة، بس الأكثرية هي كانت أكبر مبادرة أنا شفتها ولاحظتها أنه هي كسرة خبز، لأنه أكثر شيء بتضمن أنه ساعد العالم وطعميهم. وبرمضان تعرفوا أنتوا أجواء رمضان، يعني أي حدا هلأ هون عنا مشارك أكيد ما عم يستنى مقابل، بس هذا الشيء كدعم لهم بعتبره أنا. يعني شعور كتير حلو، انت عم تحسني لو بشي بسيط كتير انه انت توصلي يعني شغلة لو كمان هي كتير قليلة. نحن اكيد عم نعمل هذا الشيء للعيال المضرة، مبسوطين بهذا الشيء اللي عم نعمله، وحلو اللفتة منه انه هيك تذكرونا اخر السنة انه هيك كرمونا تكريم ولو بسيط. بصراحة هذا الشيء كتير كبير بالنسبة لنا وفخر. نحن هذا الشيء اللي عم نساويه كرمال شوي نقدم شيء للبلد. بيعني لي كل شيء، بيعني لي انه انت لما تعطي فرحه لطفل فانت بتحسي الاحساس اللي هو حسه انه عم بينعكس ايجابي اكثر عليك، رح تحسي انك انت كثير يعني رح يغير هالشيء من حياتك اكثر، رح تحسي انه قلوب العالم لسه في كلها حنيه وكلها قلبهم على بعض. نحن عم نشتغل على مشروع توثيق مشاهدات مغيبه من الحرب السوريه، هي جوانب نحن ما كثير التمسنا لها خلال 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 فتره الحرب. هو غالبا الجانب الانساني اللي ما له علاقه باي شؤون ثانيه. عم نحكي عن فكره بهذا الفيلم، عم نحكي عن فكره الارتباط المفاتيح بالناس اللي تهجرت عن بيوتها بفعل الحرب، بفعل الهجوم من الجماعات المسلحه. فنحن عم نوثق هاي العلاقه العاطفيه اللي بتضل حتى بعد الانسان ما يغادر بيته. حرارة تعود بهجتنا والافراح، وتغمر دارنا المشي والافراح، شو هذا المفتاح يربي كل العالم. أكيد هذا شيء كتير منيح. نحن كسوريين كلياتنا منقدم للوطن، حتى أنا عندي بهالاحتفالية هاي عندي أغنيتين رح أقدمهم، أغنية خاصة اسمها الهوية السورية وأغنية شقام لتبع عشارة مسلسل عناية مشددة. كمان أنا هو كان عمل طوعي قدمته أنا لفريق كنا وسنبقى. نفس الدم والهوية سورية.